كنسلاوي يعني ثلاث مباريات عدوا، خلينا نبص عليها بشكل عام. راضي على اداء النادي الاهلي في الثلاث مباريات؟ لا لا الاداء اعتقد ان الاداء جيد جدا او فوق الجيد، نتيجه للاجهاد ونتيجه للعوامل اللي كانت سابقه وتغيير لعيبه. طبعا في لعيبه كانت موجوده ولعيبه دخلت كده، لكن احنا كنا محتاجين المكسب، عشان بالمكسب ده هيديك انك تروح البال وانت نفسيتك عاليه، عندك وقت هيشتركوا معاك يدخلوا في التمارين اللي هي هتبقى موجوده في الفتره الجايه. اطمأنينا على بعض اللعيبه، ايهاب امين، عمرو الجندي، طارق، عمر طارق، اللعيبه اللي هي الاساسيين او اللعيبه اللي هم معاهم الكوره يعني. نعم. لكن هو طبعا مش شرط ان احنا الماتش الاولاني كنا كسبانين كتير وبعدين بدا السكور يقل في التاني، كل الحاجات دي عامله. كل ماتش له ظروفه، وبعدين انا شايف ان دي فايده لينا، ان برضه انت بتحط تحت ضغوط ممكن تعرض فيها في هناك فانت تبقى مجرد يعني بتبقى خبرات للعيبه وخبرات للمدرب وخبرات لكن اللي عايزين نقول عليه النهارده برضو التحكيم كان كويس. يعني النهارده الثالث والرابع يا كابتن في الاول والثاني التحكيم كان عنده هزه شديده جدا، بس الثالث والرابع قدروا يمسكوا الجيم ويخرجوه بهذا الشكل. فدي برضو نقطه يعني الثالث والرابع يعني نوعا ما اداء معقوله، لما بقول انا وجهه نظري انا ولكن حضرتك يعني انما هي في الاول والثاني، لا الاول والثاني كان الاداء كان فيه هزه كبيره جدا للحكام بصراحه. لكن مكاسب جيده استفدت منها. لازم بقى خلاص انسى الوصول ونبدا نفكر في البال، ونفكر ان احنا الجمهور بتاع النادي الاهلي او مجلس اداره ونشاط رياضي مستنين العروض القويه، او كما عود يعني كما تعودنا الناس. نعم. الجمهور بالذات تتعود على المكسب. فان شاء الله ان شاء الله يكون القادم افضل.